الزاوج سي المس رشيد سي محمد القادسي سي أمينة مناني سي محمد صمامة خليفة أول رئيس سي عمر إبراهيم خليفة الثالث. كان مجموعه ديال البرامج ولكن ما عطاتناش زعما الكلمه باش يمكننا نديو الراي ديالنا لان حنا غير حاضرين بالنسبه ل كان الاجتماع مع السيد المدير الجهوي الجديد ديال المكتبه اللي طرحت عليه مجموعه ديال الاشكالات ومجموعه ديال الحوايج اللي كتهم يعني الجامعه ديال تيداس وابدا الاستعداد ديالو باش يتعاون معنا باش نحلوا جميع الملفات العالقه يعني من الاصعب الى الاسهل يعني هاد الحوايج كلها يعني وضعتها في الصوره لا بالنسبه ل دوار الشيخ حمادي وفيلاج العقاري لا بالنسبه للدور السكنيه لا بالنسبه للمحلات التجاريه يعني عنده واحد المجموعه ديال المقترحات ما سمحتلوش الفرصه باش يحضر معنا اليوم ولكن واحد لانه غادي يجي للمجلس وغندرسو يعني جميع النقاط اللي كتهم اللي كتهم يعني في الحقيقه كل جميع 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 المشاكل ديال تيكاس عندها علاقه بالاملاك الدوليه يعني ما يمكنناش نسويوها الا ما كانش التعاون ديال املاك الدوله لان يعني مجموع جميع لا الاحياء السكنيه ولا الدور ولا المحلات التجاريه هي مشيده فوق ارض ديال الدوله اذا ما غنلقاو من السيد المدير الجهوي السيد المندوب من دوله الدوله الخميسات الا راه تا هو وعدنا قبل ما يجي المدير الجهوي اذا ان شاء الله غادي يعني غنحاول ندرسوا يعني كل عندهم مجموعه ديال المقترحات ديال كيما مازال تجي النقطه غادي نناقشوا هذه القضيه هذه ديال على حسب اون ترونش كان عندنا مشكل بالديور او الحل ديالو في الحوانت هذا الفيلاج هذا يعني ولكن داكشي غيكون في واحد الاطار ما يمكنش يكون غير في امن الدوله غيكون في واحد الاطار شراكه اللي فيها سياسه الدوله وزاره الاسكان وسياسه المدينه وعمران الى اخره هذا كاخبار كان واحد الاجتماع اون فيزيو كونفيرونس بمبادره من بير الجديد معنا لان مع عباس عديش والسيد كان بحال السيد رئيس ديال الجامعه ديال والماس بالنسبه للبرنامج الامم المتحده للتنميه عندهم واحد البرنامج ديال سميتو سمارت سيتي يعني عوض ما يعني عوض ما كيمشيو يعني كيتعاملوا مع وزاره الداخليه مباشره وهما كيختاروا الجماعات اللي يمكن النقاش معاهم على اساس انه جماعه والماس مع تيداس تكون كنموذج يتخاض هذا سمارت سيتي يعني بالبرامج ديال الامم المتحده للانمائي كاين اللي كيهتم اولا كاين الرقمنه كتعرفوا ان الرقمنه ولا ديجيتاليزيون توتال غاديه فيها الدوله وجميع المصالح ديالها كذلك ترشيد الاستهلاك الطاقي والمواكبه والمساعده في الورث في البرامج ديال التنميه المحليه ولكن هذا نقاش كاين مبادرات اللي خصها يعني عبر قنوات تحت دائما تحت اشراف وزاره الداخليه هادشي اللي كاين زعما في كونغرس وموضوع هادشي اللي كاين
ما بين هاد الدورتين اللي الدوره ديالنا الجديده. وكاين بالنسبه للقضايا اللي هي مع الجماعه كاين واحد كان حكم صبور حكم عدم اختصاص كان شي دعوه ديال الواري هذا كان عدم اختصاص كان صبور حكم خاص ديال التعويض الحسن هذا موظف ديالنا راه ورا دار التقاعد النسبي هذا الشيء اللي كاين زعما في المجال ديال الدعاوي اللي صراو لي في الجزائر خلاص بالنسبة ل راه كاين شي واحد بالنسبة للبرنامج ديال العمل الجامعة وحنا ما نقولش متأخرين لأنه جامعة الرباط عاد دارت عقدة مع مكتب الدراسات الناس من مجموعة الجامعات كيديروا لقاءات تشاورية حنا إن شاء الله غادي نساليو هاد الدورة ديال أكتوبر غادي نكفو على برنامج العمل باش نستكملوه ونتفقوا غادي لان عندنا ما يتدار في بزاف ديال الحوايج غنديروا دورات استثنائيه اللي غنتبناو فيها البرنامج العمل بغينا نتضح لنا الرؤيه بالنسبه للبرنامج التنموي الجهوي دابا المشكل كاينه مقترحات واللي مازال ما تبلورتش باش عليها غنبنيو حنا البرنامج العمل الجماعي البرنامج العمل عندنا اولويات حطينا لهم اولويات نتمناو انه يعني كاين جوج ديال لي زوبسيون الى جهه فعلا استثمرت بهادشي اللي كان مقترح بالنسبه للمخطط المواجهوية غادي تكون مزيان ما كانش غنحاولوا يعني في اطار اتفاقيات ديال الشراكه نحققوا برنامج ديال العمل الجماعي بالنسبه للاولويات اللي حددنا لينا تاهيل الحضاري محاربه الضوء الصافي الحراري بالنسبه للاحياء نقص التجهيز يعني الاولويات راه تبقى هي كانت هي راه محطوطه البرنامج ديال التنمية الجهوية نتمناو أنه هذا البرنامج يخرج الحيز الموجود ما يكون فينا إلا الخير للجماعة ديالنا هادشي اللي كاين واضح الأمر بالنسبة للنصاب كاين خلاص استقالات عضو اللي هو حسن ضايع وكاين غير ديال ادريس الفقيه الشهاده الطبيه وكاين عضو من اعتذار العير الرشيده اللي مش حاجه وبيغني مخلص خرج ارض الوطن النقطه الاولى على ضيوف لا هذاك الشيء راه بان لي مازال كاين الناس مازال محتاجين كاين مازال الناس ديال الثقافه لا مازال ما جاش الناس ديال الثقافه مازال الناس ديال الشريطه لا 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 النقطه ديال الاحتلال المقدمه كيف قلت لا تربل لا لا تايتو خليها الاخرى كاع حتى سالوا هاد الاتفاق النقاط هادو لا اجا بالنسبه لا هي ميزانيات ديال باش ممكن بالنسبه لنا نصدقوا ديال الاحتلال المقدم ما فيهاش شي اشكال زين فيها شي اشكال نبداو بها كان فيها واحد المونطون كان لنا 1 مليون و 1 مليون و 50 مليون كان هو الماس كان مجلس عمل في الخميسات كان جامعة معزيز و اي تي كو و تيداس ولكن دابا رجعات والماس والمعازيز و تيداس و كدران و اي توريبل و البلاشوار و غوالم و عين سبيت و مغشوش كانت التكلفة الإجمالية 23 مليون درهم في الاتفاقية الأولى كانت 20 مليون درهم التكلفة الإجمالية دابا ولات 33.5 التكلفة الإجمالية للمشروع 33.5
اللي جيت فيها. المعايير باش داروا هذا. شي 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 شي